اللي بغاو وبهامش الربح اللي كيحدو. الخطير في هذا الشيء ماشي هو ان البوطه غتوصل 100 درهم او 120 درهم، الخطير في الامر هو ان البوطه مرتبطه بالفلاحه بحيث كيستهلكوا المغاربه مليار متر مكعب ديال الغاز سنويا، كتمشي منها حصه الاسد للمجال الفلاحي بحيث كيتم استعمال البوطه في ضخ المياه من الابار وتسخين عنابر الدجاج. وكما هو معلوم لدى كل فلاحين فبوطه من حجم 12 كيلوغرام كتقوم بضخ 40 طن من المياه، وبما ان ثمن البوطه هو 40 درهم حاليا فهذا الشيء كيعني ان تكلفه ضخ واحد طن هي درهم واحد، وإذا وصلت البوطه ل 130 درهم فغادي يولي الطن الواحد كيوصل 3.25 درهم، وبالتالي غادي تولي تكلفه الانتاج مضروبه في 3 وغادي تولي مطيشه تتباع من عند الفلاح ب 10 درهم وزيدها النقل وبيع الجمله وبيع التقسيط وشوف بشحال غادي تتباع في الاخر. لذلك في تحرير اسعار البوطه غادي يكون بمثابه ثغره الصراف البنكي اللي تكلمنا عنها، وغادي يكونوا الشركات ديال الغاز هما دان وغتقول البنكة هي جيوب المواطنين اللي غادي تمشي من الفلوس بدون ما يعيقوا ولا يعرفوا من اين اتى الخلل. اليوم الى بغينا نتكلموا بالمعقول بمصداقيه غادي نقولوا على انه هذا الرفع ديال الدعم عن البوطه يشكل في الحقيقه خطرا. علاش؟ لانه بدل ما نفكروا في حلول اخرى استباقيه وفي حلول بعيده المدى وكتشوف المصلحه العامه لا ديال المواطن البسيط ولا ديال الفلاحه، بحيث على انه الا جينا نشوفوها غير من المواطن البسيط فراه اليوم عندنا حتى الطبقه الوسطى داخل في المغرب راه كتضرر بزاف ومولات قادره على انها تساير الغلاء ديال المعيشه. بغيت نقول لكم على انه 44% ديال الاسر المغربيه استدانت سنه 2023 توجهت القروض باش تواجه غير المصروفات ديال المعيشه العاديه، ماشي الكماليات، كنتكلموا على الضروريات. اليوم هي الحل يكمن في اعاده تشغيل الاسامير، لانه اليوم هي اغلاق الاسامير راه كيكلفنا اكثر من 66.5 مليار ديال الدرهم في العام، يعني ما يشكل 4.4 من الناتج المحلي الداخلي. وكنقولها على انه المغرب كيستورد ما يقارب 150 مليار من الغاز الخام، يعني 41 مليار درهم في اليوم. فين كيستافدوا شركات المحروقات؟ كيستافدوا من اغلاق شركه باستمرار اغلاق ديال شركه الاسامير على ان الطن انتقل من 600 درهم الى 2000 درهم. اذا اللي مستافد هذه العمليه كلها هما شركه المحروقات او ما يسمى بلوبي المحروقات اللي ما كيتوجه مباشره للحل الحقيقي، وانما كيتوجه دائما للحلول التي تذهب مباشره الى جيوب المواطنين. في الحقيقه هذا الموضوع ذو شجون ولا دخلنا في التفاصيل ديالو، التفاصيل ديالو يوجد فيها الشيطان وفيه بزاف ما يتقال وقليل اللي عارفه، ولكن في الحقيقه انا لقيت واحد المثل اللي كيلخص هذه الاشكاليه كلها ديال هذه الشركات ديال المحروقات وديال ما يقال فيها وما يمكن ان يقال فيها مستقبلا، وهو واحد المثل ديال خوتنا الامازيغ اللي كنقدموا لهم كل التحيه وكل التقدير، اللي كيقول يبقوت ما يجران يدرس ما يسن، على حسب الفهم ديالي وعلى انه ياسر من شي واقع بزاف ديال الحوايج واقعين، ولكن قليل اللي عارف. في الحقيقه هذا المثل لخص كل شيء لانه بزاف واقع في شركه المحروقات ولكن للاسف قليل.